سؤال لو ليكم، ما هو الطائر الأسرع في العالم؟ شنو؟ النسر. إجابة خطأ. رجع. شنو إجابتك؟ أنت أصلا ما ضغطت الباب. أي ما. أوكي. سؤال الثاني يقول ركزوا وياي. شجرة ذكرت في القرآن الكريم. الزيتون. الزيتون إجابة صحيحة. حلو، رجعينا الباز. بعد بالضغطون رجعوا الباز. تمام. سؤال الثالث يقول ما هو أثقل حيوان في العالم؟ الحوت. الحوت أكو أنواع، لازم تحدد لي. ياخذ الحوت الأزرق. الحوت الأزرق إجابة صحيحة لعلامة. السؤال الرابع يقول شاعر قتله شعره. حسين الزهيري. خطأ. شاعر على قيد الحياة. شاعر قتله شعره، شاعر فصيح وعنده مدينة في بغداد باسمه. شباب هنا ما يصير أحد يشارك. ما جاي اسمعكم. اذا خطا هنا، اذا غششوك اصلا اطل الصفر حتى لو كان جاب صحيح. اوكي، اذا خطا للطرفين. سؤال الخامس يقول طبعا اجابه السؤال هذا هو ابو الطيب المتنبي قتله شعره بتعمقه للشعر وكتابته وسهره والى اخره، فعرف بهذا الوصف. سورة في القرآن الكريم تعتبر هي قلب القرآن الكريم، فما هي هذه السورة؟ ياسين. ياسين إجابة صحيحة. حلو. سؤال السادس بأسئلة السرعة، حيوان أجلكم الله، حيوان لا يشرب الماء. الكنغر. الكنغر إجابة صحيحة. ها؟ أوكي، خلينا نشوف بالنهاية من اللي راح ياخذ الحلقة اليوم إلى الفوز. لازم هي تاخذ لنا مثل بنتي. إي. السؤال السابع يقول وظيفة فيتامين أي هي؟ قوي النظر. قوي النظر؟ ايه. يعني حال الجزاء. ايه. يعني قد يريد يقوي النظر بعد؟ يعني هو يقوي النظر، يفيد النظر. شو تقول اجابتك صحيحة؟ ايه صح. اجابة صحيحة العلاوة. سؤال الثامن يقول اذكروا لي ثلاث شخصيات مشهورة تبدأ بحرف الميم. أدوس؟ يلا ضغطي. محمد كريم. منو؟ محمد كريم. أوكي. صديقي. بعد منو؟ ابن عادي ابني. إيه. محمد رمضان. محمد رمضان. أوكي. وبعد. بعد. بس الثاني. بعد واحد. ما جاي أعرف، ما جاي أتذكر. سعد هادي. بعد واحد. محمد الحلفي. محمد الحلفي إجابة صحيحة لجمال. شلعت قلبي، رجع الباز. سؤال التاسع يقول ركزوا وياه، شاعر عراقي شعبي وصف المرأة العراقية بالكرة الأرضية. منو؟ حسين الزهيري. شاعر حسين الزهيري إجابة صحيحة. سؤال العاشر والأخير، حيوان أجلكم الله، رجع للباز، حيوان لقب بسفينة الصحراء. الجمل. الجمل إجابة صحيحة. أنا أدري بس أعطيتها مجال.